السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعات قناتهم آدم سعيد. مرحبا بكم اليوم في ان شاء الله في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه، على العزيزه الخماره او علبه العزيزه الخماره. كما كتشوفوا كما شريتها كما جبتها غادي نستعملها معكم ان شاء الله. هذه العلبه هذه لقيتها في الاتاكاداو. الصراحه مشيت غير نتقضى هكا المحل ولقيتها، وكاتبين عليها علبه العزيزه الخماره واخدينها الناس بزاف. وحتى في البلاستيك ديالها صحي، ماشي شي بلاستيك اللي هو يعني الا غتوصلوا الحراره وغادي يعني البلاستيك صحي، غادي تعرفوني شنو 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 كنقصد. هنا مصادق عليه كما كتشوفوا. هنا كاتبين زيرو ديسفونول اي، هو هذاك هذيك الماده ديال البلاستيك اللي كتكون غير قابله، ما كتقبلش نهائيا السخونيه، فما فيهاش نهائيا. هنا 100% ثقه وامان. وهنا اطلس بلاستيك، هو اطلس بلاستيك هاد العجانه هذيك، الصراحه كبيره بزاف وجميله وعجبتني. وانا نيت مع كنفضل انني نعجن هكا، كنبغي ملي كنبغي نعجن العجينه كنبغي نعجنها فشي حاجه اللي تكون مسدوده. كنت وريتكم واحد العجانه التركيه كذلك بحال هكا، حتى هي جميله وغزاله والبلاستيك ديالها صحي. لان بزاف في هذا الفيديو هذا بزاف غادي نلقى مالكم على حالتكم، جنود لكم ديروا البنات هاد الفيديوهات كنديروهم بالنسبه للاخوات اللي مساكن ما قادرينش نهائيا يدلكو. حنايا راه ندلكو باقا عندنا صحيحتنا، باقي كاين الاخوات مساكن، كاين الناس الكبار اللي ما كيقدروش نهائيا انهم يدلكو. يعني غادي يجمعوا غير العجينه ديالهم وغادي يديروها في السوبر وغيسدوا عليها، دونك بلا قوه الهضره وبلا فهمات وبلا يعني الناس اللي كنهضر عليهم راهم فاهميني. الفيديوهات ما كنديروهم لا انا لا اي يوتيوبرز، ما كنديروش هاد الفيديوهات هادو، ماشي لاننا ما حادقاتش، ماشي لاننا ما تنعرفوش نعجنوا، ماشي لاننا ما تنعرفوش ندلكو. فالحمد لله كاين بزاف الحوايج، كاين العجانات دابا كيدلكو، كاين بزاف الحوايج يعني نقدروا نستغناو على الدليك ديال اليدين ونخدموا بهم هما. ولكن فقط هذه بالنسبه للاخوات اللي تيكون عندهم العيا، كيكونوا عيانين، كتكوني خدامه كتكون المهمه غادي يفهمني. الا النساء اللي كيكونوا خدامات وما عندهمش الوقت نهائيا، ولا العيالات الكبار اللي ما تيقدروش مساكن يدلكو كيعانيو من، كاين اللي عنده الظهر، كاين اللي عنده بزاف الحوايج. دونك جبت انا هاد الان هاد العلبه باش نجربها قدامكم ان شاء الله. الجميل في هاد العلبه انهم دايرين لكم المقادير ديال الخبز، دايرين لكم مقادير ديال الخبز هنايا كما شفتوا، دايرين البغرير ودايرين الخبز بالزنجلان والنافع. هنا البغرير كما شفتوا شنو داير هنا، بغرير نوع من الفطائر ظهره املس ووجهه مخرق بثقوب عديده، بغرير اكله خفيفه. المهم داير هنايا هذا ديالو لانه ممكن كيصدروا على برا لا شي بلدان عربيه. دايرين التعريف ديال البغرير لتحضير 35 بغريره يلزم 125 غرام من طحين القمح الصلب و375 غرام من السميد الرقيق، يعني ربعه صغيره ديال الفينو و375 غرام من السميده الرقيقه، الملح حسب الحاجه، ربع ايطرو من الحليب. انا ما عمري ما درت في البغرير الحليب نجربوا هاد المقادير شي نهار علاش لا. ربع ايطرو ديال الحليب وربع ايطرو وتولوت الربع ديال الماء، ياك ثلاثه ديال البيضات، 40 غرام من خميره الخباز محلوله في ماء. دونك هذا المقادير ديال البغرير، شي نهار غادي نجربوه اكيد، غادي نحتفظ بهاد الورقه هذه. دونك الهدف ديالي هو الخبز كما شفتوا، الخبز بالزنجلان والنافع. المقادير لثلاث خبزات كيخصنا كيلو ديال الطحين، كيخصنا حسب الاختيار الملح 25 يعني اما فورس اما فينو اما قمح. الملح 25 غرام من خميره الخباز، ملعقه حساء من الزنجلان المخلوط بالنافع، كاسان ونصف تقريبا من الماء الدافئ. هادو هما المقادير ديال العجين. قالك يوضع الدقيق في قصعه ويجوف وسطه، يضاف الملح الخميره بعد ان تطلق في قليل من الماء، يخلط الجميع عديده يزال. المهم العربيه انا كاتبينها في شكل هنا المقادير. غادي نحاول انني ندير لكم اليوم نعجنوا بها ان شاء الله الخبز، نشوفوا كي غيجي باذن الله. دونك بقاو معايا ونتعرفوا على هاد العجانه هذه، اولا كما مسمينا هما العزيزه الخماره، علبه العزيزه الخماره.
غادي يبان لي تبان لكم مقلوبه لانني دايره التليفون دايراه في كنصور بالكاميرا القداميه، داكشي علاش كتبان مقلوبه. دونك بسم الله ان شاء الله غادي نبداو هنايا الخبز. غادي نجرب لكم فيها الخبز. انايا استعملت نصف الكميه اللي حاطين هما في المقادير. غادي نستعمل واحد نص كيلو ديال الطحين مخلط مع الفينو، غادي نستعمل كذلك واحد الملعقه ديال خميره العجين، وغادي نستعمل حبه حلاوه والنافع، وغادي نستعمل كذلك الماء باش غادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي كاملين. الماء يكون دافي، درت شويه ديال الملح، وهنايا تنخلط المكونات ديالي كاملين ان شاء الله مع استعمال الماء. كنضيفوا الماء وكنبداو نخلطوا حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شاده في راسها. هنايا انا ما ضفتش الزنجلان، نتوما الزنجلان تقدروا تضيفوه من بعد، ما ضفتوش تقدروا ديروه نتوما وسط العجين، انا ما ضفتوش، فقط اكتفيت انني ندير حبه حلاوه والنافع لانه ما متوفرش عندي حاليا. كنبداو نضيفوا في الماء وكنخلطوا العجين حتى كتجمع لينا بالكامل العجين، ما تكونش قاصحه. هنا ما غاديش ندلكوه بزاف، فقط غير تجمع لي العجينه ديالي، تجمع لي داكشي اللي في السوبيره اولا في الخماره ديالنا فقط، وتنخليها. هنا من بعد غادي ناخذ واحد النقيطات ديال زيت البلديه اولا زيت العود، دائما عزيز عليا في الخبز ديال الدار كيجي غزال. تقدروا ديروه في الاول ملي تكونوا كتعجنوا، ولا تقدروا تخليوه حتى الاخير هكا كما غادي ندير انايا. غادي ندهن شويه العجينه بشويه ديال زيت الزيتون تكون زوينه كما كتلاحظوا، وتنجمعوها كنخليوها ان شاء الله واحد 10 دقائق يعني من بعد ما كنجمعوا فيها هاد الزيت الزيتون او الزيت العود. غادي نغطيوها ونخليوها 10 دقائق، كتتاح لينا 10 دقائق فقط اولا كتخمر لينا شويه. من بعد غادي نعاودو نهزو العجينه ديالنا وتنعاودو نجمعوها ونخليوها ثاني كتختمر الخموريه الثانيه، لان فيها ثلاثه المراحل ديال الاختمار ان شاء الله باش يجيكم اي خبز، ماشي ضروري انكم تشوفوا في الخماره، اي خبز عجنتوه ضروري خمروه، كيبغي التخمير مزيان باش كيجي جميل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خليتها 10 دقائق كترتاح، عاود جمعتها بهذا الشكل هذا. غادي نجمعها، غادي ندير شويه ديال الطحين لتحت باش ما تلصقش ليا في الخماره، وغادي نغطيها ونخليها دابا نصف ساعه. دونك دابا غادي نخليوها نص ساعه ان شاء الله كيتضاعف لينا الحجم ديالها، وتنرجعوا باش نكملوا الباقي الطريقه ان شاء الله. هنا مازال غنحضر لكم فيها البريوش، غنحضر لكم فيها جميع انواع المخبوزات وغادي نقول لكم كذلك الثمن. هنا كما كتلاحظوا غادي نسد عليها ونخليها نص ساعه، نص ساعه كتخمر مزيان، ونعاود نرجع باش نعاود نقرص الخبيزه ديالي. من بعد ما خمرات كما كتشوفوا فغادي نقرص الخبيزه كما كتلاحظوا، نديرها في الصينيه ديال اللي غادي ندخل الفران ديال الغاز، لان غنطيبها لتحت في كنخدم، غادي نطيبها في فران ديال الغاز لان ديال الضوء عندي خاسر كما شفتوا. غادي نحاول نقرصها بالدقيق الكامل. الخبيزه راه كتجي روعه روعه روعه، ما عرفتش السر مناش، واش من الاختمار ديالها في هاد السوبيره. الصراحه جربت هاد السوبيره واي حاجه جربتها فيها كتجي رطبه وكتجي جميله، دونك كنظن انه منها وحتى في الاختمار يعني الحاجه الا خمرات وعاودت خمرات جوج المرات كتجي جميله وكتجي هشيشه. ان شاء الله غادي ندير لكم القرص كذلك، القرص كما كنخدم به في المحل عندي، غادي نحطه لكم ان شاء الله في هذه الايام المقبله يعني ينفعكم من شهر رمضان الفضيل. ومبروك عواشركم. غادي هنايا كما شفتوا حطيتها في الطاوله اللي غندخل الفران، وغادي كما كتلاحظوا ها هي الخبيزه ديالنا واجده. غادي نخليوها كتخمر عاوتاني نص ساعه، غادي هذا هو الاختمار الثالث، كتخمر نص ساعه اخرى ونرجعوا ان شاء الله. من بعد ما كتخمر لينا كناخذوا الشوكه وتنتكوها، ندخلوها طيب ان شاء الله في الفران ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. الخبيزه ديالنا من بعد ما طابت ها هي طيبتها في الفران ديال الغاز، شويه زدت لي شويه في الطيب ولكن نتوما نتابعوا، صراحه كتجي جميله كتجي هشيشه هشيشه. ملي كنخرجوها من الفرن راه كتبان لكم قاصحه، ولكن من بعد نتوما شوفوا بلا ما نغطيها بلا والو بقات هكا انا كنجمعها في يديا وكتعاود تسرح
كما كتلاحظوا معايا تعمدت انني نجمع الخبز في يدي هكا باش تشوفوه كيفاش كيجي جميل جدا ورائع بدون محسن بدون اي شيء. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم او لا هاد الخماره تكون نفعتكم. الثمن ديالها خديتها ب 26 درهم في اتاقداو او لا ماكرو، خديتها فيه ب 26 درهم وفيه بزاف 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 ديال الاواني. فبحكم انني كنتقضى فيه فغنمشي غير نتقضى للمحل ولقيتهم وعجبوني بزاف وقلت علاش لا ناخذهم ونجربهم لكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وما بقى لي نقول لكم بالسلامة عليكم، دمتم في رعاية الله، الى فيديو اخر ان شاء الله، بالسلامة عليكم.